مشاهدي الفضائية التشادية في كل مكان، أهلا بكم وفي نشرة السابعة من الفضائية التشادية. افتتح صباح اليوم وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي أحمد محمد باشر أعمال الاجتماع التفاكري لخبراء الأمن حول تقوية التعاون في مجال الأمن ومراقبة الحدود المشتركة بين ليبيا والنيجر والسودان وتشاد، حيث جرت المناسبة بفندق ليدجر بلازا. تقرير عبد الله عيسى محمد. يهدف الاجتماع التفاكري لخبراء الأمن في الدول الأربع إلى وضع النقاط على البيان المشترك لاجتماع نيامي المنعقد في 3 أبريل المنصرم، وتقاسم المعلومات وكيفية القيام بعمليات دوريات المسح والتمشيط. وكما يتناول الخبراء مسألة التعاون القضائي وتجهيز مشروع اتفاق بروتوكولي ووثائق أمنية أخرى. وبهذه المناسبة ألقى وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي السيد أحمد محمد باشر كلمة، مشيرا إلى أنه في 3 أبريل الماضي ضمت العاصمة النيجيرية نيامي اجتماعا وزاريا بحضور وزراء الخارجية والدفاع والداخلية وقادة الجيش ومسؤولي أقسام المخابرات في كل من ليبيا والنيجر والسودان والتشاد، وذلك بهدف ما تشهدها المنطقة من تجمعات إرهابية وتهريبية بكل المقاييس، حيث وصلت إلى الجنوب الليبي بعد حزيمة داعش في كل من العراق وسوريا، وتقوم بالتخريب والاتجار بالبشر والمخدرات. وأضاف معالي الوزير بأن هذه الحالة الخطرة لابد من مواجهتها عبر حل سريع لمحاربتها والقضاء عليها، ولذا خبراء الأمن في الدول الأربع يناقشون السبل الكفيلة لمعالجة الأوضاع الأمنية. فالحكومة التشادية تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو دوما وبصفة مستمرة تتعهد ببذل الجهود لمواجهة التحديات الإرهابية لإنقاذ البشرية من آفات المخدرات وغيرها. وأضاف الوزير بأن تشاد تبدي عن استعدادها التام للتعاون مع ليبيا والنيجر والسودان لتأمين الحدود المشتركة. بمبادرة من حاكم إقليم البطحاء عليو آدم عبد الله، عقد يوم أمس لقاء حول ظاهرة قطاع الطرق وخطف السيارات، كان ذلك بحضور عدد من حكام الإقليم إلى جانب المسؤولين العسكريين والإداريين بالمنطقة. محمد طاهر جبرين الحور والمزيد من التفاصيل. 5 حكام إقليم هم آدم فرطي أمدو حاكم إقليم والداي، رمضان إردبو حاكم إقليم سلا، أبو بكر جبريل أبو بكر حاكم إقليم حجر لميس، علي آدم عبد الله حاكم إقليم البطحة، محمد علي حسب الله حاكم إقليم جيرة، والأمين العام لإقليم السلامات مختار قربيتم بالباي، إضافة إلى قادة قوات الأمن والدفاعي بهذه الأقاليم المذكورة، اجتمعوا هنا في أم حجر حاضرة مقاطعة البطحة الشرقية بمبادرة من حاكم إقليم البطحة. الهدف من هذا الاجتماع الأول من نوعه هو مدارسة الوضع الأمني ووضع خطة مشتركة لمكافحة ظاهرة قطاع الطرق بتلك الأقاليم. عند افتتاحه لأعمال اللقاء قدم حاكم إقليم البطحة علي آدم عبد الله عدة تساؤلات، منها كيف يعقل أن يقوم لصوص مجرمون بتحدي السلطات الإدارية ورجال الأمن من خلال التنقل بعدة أقاليم لاختطاف سيارات تابعة للمنظمات الدولية؟ أين تخفى هذه السيارات؟ أين يختبئ هؤلاء المجرمون؟ ألا يحتمل أن يكون هناك خلايا إجرامية نائمة وسط أفراد قوات الأمن والدفاع؟ وللإجابة على هذه الأسئلة وغيرها تداخل الحكام المجتمعون وبعض قادة قوات الأمن لتقديم الحالة الأمنية لمناطقهم المختلفة والخطط التي كانت متبعة في تتبع قطاع الطرق. مجموعة كبيرة من الغوبرنير الولاء يلموا فوق في هنا عشان يهجوا مشاكل هنا أمني دولة وأمني هنا الشعب، لأن نتمنى كإنيشاتيف ده بيستمر. هذه العمليات تنفذ من قبل أشخاص أو مجموعات لتخويف وقتل وترهيب المواطنين لأخذ ممتلكاتهم
هذا وفي نهاية المداولات وقع الحكام على بيان أسموه بيان أم حجر، بيّنوا فيه الاستراتيجيات المشتركة التي سيتخذونها لقطع الطريق أمام المجرمين خاطفي سيارات المنظمات الإنسانية. البيان الذي تلاه حاكم إقليم والداي آدم فرتي أمدو ركز على منح قوات الأمن والدفاع كل الإمكانيات اللازمة في عملها، وكذا إنشاء قوة مشتركة لنزع السلاح ومحاربة الانفلاتات الأمنية. نبقى معكم دائما في الأقاليم، حيث عقد يوم أمس حاكم إقليم إنادي الشرق تيجين بيردي لقاء تعارفي مع الشيوخ التقليديين بالإقليم، حيث جاء هذا اللقاء بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين الإداريين والعسكريين في المنطقة. تفاصيل لدى حسن جد عمر. ضمن سلسلة حلقات العمل والتعارف التي يعقدها حاكم إقليم إنادي الشرق تيجين إدبي بردي مع مختلف المسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة بعد تسلمه مهام عمله كحاكم للإقليم، ختم الحاكم أنشطته بهذا اللقاء الذي جمعه بالشيوخ التقليديين بإنادي الشرق، حيث ذكر الحاكم خلال هذا اللقاء الشيوخ التقليديين بمهامهم ومسؤولياتهم، كما دعاهم إلى ضرورة التحلي بروح الوطنية لتسيير العمل الإداري، لافتا انتباههم بالقول إن الشيوخ التقليديين لهم مكانة خاصة ودور هام في الجمهورية الرابعة، والدليل على ذلك التوصيات التي خرج بها المنتدى الوطني الشامل سيما المتعلقة بإنشاء سلطة تقليدية تعنى بشؤونهم، كما حثهم على ضرورة نبس العنف والسعي إلى التعايش السلمي من أجل تحقيق السلام الاجتماعي. ترأس مؤخرا الأمين العام لإقليم السلامات مختار أنجربي تنبلبي اختتام الدورة لأعمال التدريبية للشباب في مجال إدارة المشاريع الصغيرة، حيث تم تنظيم هذه الدورة من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل. تقرير ابتسام موسى وقراءة منى حسن سكري. إدارة المشاريع الصغيرة وابتكار الأعمال فنون حصدها 100 باحث عن العمل من ثنايا الدورة التدريبية الأولى لتأهيل الباحثين عن العمل بعد أيام من التدريب المتواصل من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل المشرفة على هذه الدورة من أجل رفع الكفاءات في هذا المجال في إطار الاستقلالية التامة للعمل والاندماج في المجتمع. ختام فعاليات الدورة أوصى فيها المشاركون الحكومة بتكثيف التدريبات للأفراد وتنويع مجالات التدريب لتشمل علوم الحاسوب والخياطة والنجارة. مسؤول مكتب الهيئة الوطنية لترقية العمل عبد الكريم حسن صديق في مداخلته قال بأن مسألة البطالة تدخل في الصميم برنامج الحكومة، مما يدعو إلى بذل الكثير من الجهود لتقليل من هذه الظاهرة. الأمين العام لإقليم السلامات مختار غرباي تنبلباي في ختام فعاليات الدورة دعا المشاركين إلى تطبيق ما تلقوه على أرض الواقع في القريب العاجل من أجل المساهمة في التنمية التي تنشدها السلطات العليا، ونشير إلى أن مثل هذه الدورات التدريبية تلعب دورا كبيرا في تخفيض معدل البطالة على مستوى البلاد. نظم صباح اليوم أعضاء المعهد الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يوما إخباريا بالشراكة مع شركاء التنمية حول التعايش السلمي بين السكان القاطنين حول بحيرة شتى، وذلك بحضور رئيسة المعهد. تقرير لدى إشراق عبد الله رحمة. من أجل تحسين ووصول إلى رفاهية السكان القاطنين في حوض بحيرة جاد، جاء هذا اليوم الإخباري بهدف التفاكر وتعزيز قدرات المشاركين فيما يتعلق بالتعايش السلمي بتلك المناطق سيما بحيرة جاد والكاميرون. وعلى هذا المنوال تحدثت رئيسة مجلس المعهد الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية نيلومباي إليزابيث، وقالت بأن هذا اليوم الإخباري يعمل على تبادل الرؤى والأفكار المشاركين من أجل الخروج بنتائج وحلحلة الإشكاليات التي تقع بين السكان، وسيما دعم التنمية الريفية ومكافحة مخاطر التغيرات المناخية وكذا مسألة عدم الأمن للسكان. مضيفة أن لومباي إليزابيث يجب في هذا المشروع التركيز على جانب الشباب وتغيير سلوكياتهم لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية في المجتمع، مؤكدة بأن الحكومة عبر شركاء التنمية سيبذلون كل ما بوسعهم في تحسين الظروف المعيشية وخلق مناخ للتعايش السلمي ما بين سكان حوض بحيرة تشاد. وأخيرا شددت بضرورة تكوين جمعيات وتجمعات
المزروعات الزراعية ورعوية إلى جانب تحسين أوضاعهم ومحاربة الفقر في أوساط الريفية هناك. أطلق مؤخرا نادي الأسود الدولي أنشطة القافلة الطبية الخاصة بجراحة المصابين بمرض التراكوما بمركز إداري بالينبا بإقليم شرق الأوسط. تفاصيل الخبر في تقرير الزميل محمد حسن آدم. في إطار مكافحة مرض التراكوما الذي يصيب الأيون، جاءت هذه القافلة الطبية التي أطلقها نادي الأسود الدولي بمقاطعة باركو بإقليم شاري الأوسط وتحديدا قرية جولي بمركز إداري بالينبا. وتهدف هذه القافلة إلى تشخيص المرضى وكذا تقديم العلاجات وإجراء عمليات جراحية لبعض الحالات، إلى جانب توزيع الأدوية لإزالة الأوساخ والمياه البيضاء، حيث تم كشف أكثر من 228 شخص وإجراء أكثر من 35 عملية جراحية. وبهذه المناسبة ناشدت رئيسة البئس الدكتورة زينب مرباة سكان القرية على الاهتمام بالنظافة وغسل الأيدي. هسا جينا فينا ده يا تو تراكوم ده كله جاي، ومن التراكوم ده كله عندنا اللي بنادو بياداي ده، بياداي ده والله وده فاتم كلك ناس جاي جو شاكاني اوبيري في سار، ولكن هم ده بيتشي ده ما قدروا ما شو ده. هسا ده كتير ده الواجين عندهم سفال كلاب ملما ما كاتراك ده كله سوا وبنادو تنسيون ان بكلام فرنسي قال جلوكوم كله عندهم. هذا ومن ثم توجه الفريق الطبي إلى مركز إداري كوربول لمتابعة الأنشطة الصحية والإنسانية بتلك المنطقة. عودة إلى العاصمة السعودية، حيث قدم صباح اليوم رئيس تجمع الشباب المشاركين في المنتدى الوطني الشامل الدكتور أحمد أبو الفتح عثمان حديثا صحفيا تحدث فيه عن حول الآثار السلبية التي يحدثها الإضراب الذي دعا إليه التجمع النقابي. نتابع ما جاء في بيان. نحن ممثلي جمعيات المجتمع المدني والشباب الذين شاركنا في المنتدى الوطني يؤسفنا جدا ما تمر به البلاد حقيقة من أزمات حقيقية متمثلة في إعلان الإضراب الذي أعلنته النقابة قبل يوم. ونحن كممثلين لمنظمات المجتمع المدني نرى أن هذا الإضراب يضر بالشباب أولا، ثم يضر بتنمية البلاد المتمثلة في التعليم الذي هو أساس نهضة الدول. وبالتالي نحن نطالب الحكومة ونطالب النقابات بتسوية هذا الأمر حقيقة. نحن نطالب تسوية هذا الأمر عاجلا ورفع هذا الإضراب حتى يستمر التعليم. ونحن الآن في زبدة نتائج الدراسة لمدة عام كامل، الآن يبدأ الإعدادات للامتحانات، وبالتالي نحن نطالب أن تستمر هذه الامتحانات. وحقيقة الشباب تضرروا كثيرا من مسألة الإضرابات. نظم صباح اليوم تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل دعم مكتسبات المنتدى الوطني الشامل حملة توعوية وإخبارية استهدفت سكان بلدية الدائرة السادسة إلى تنوير السكان بمخرجات المنتدى وكذا مفاهيم الجمهورية الرابعة. تفاصيل لدى زميل حسن جد عمر. وليد بتاع بريفرد شوف يدور أديكاسيون من بيت ولد عنده أديكاسيون سمدة كانت مارجين مانفرتاسيون كل يكيد دور أكيشي جزم دشوش كان ولد بيت ماشي شفت السرقة وتيرنا أقوم بكة سرقة ما يدافن. لكل رسالة وسيلة عبرها يوصل مضمونها لمن تستهدفهم، فعبر المسرحية هذه يريد تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل دعم مكتسبات المنتدى الوطني تدعيم حملته التوعوية والإخبارية التي استهدفت سكان الدائرة السادسة لمدينة أنجمينة، رسالة مفادها تنوير سكان البلدية بمخرجات المنتدى الوطني وكذا تفهيم البعض الآخر بمفهوم الجمهورية الرابعة. حملة جاءت من قبل التحالف بالتنسيق مع البلدية التي أشاد المسؤولون الإداريون بها وعدد من سكان البلدية بالحملة، متطرقين إلى أهمية تغيير سلوك المجتمع التشادي تماشيا مع الجمهورية الرابعة. أما المنسق العام للتحالف مبارك إبراهيم جواري
فقد أشار إلى أن هذا التحالف يضم في معيته عدد من الجمعيات المدنية والحقوقية، مضيفا بأن فكرة تأسيس التحالف انبثقت من المنتدى. إن مسؤولية التطبيق الفعلي لمخرجات ومكتسبات المنطقة الوطني الشامل هي مسؤولية كل مواطن مؤمن بالدستور وبرامج الجمهورية الرابعة من أجل خلق تشاد جديدة وأفكار جديدة ومجتمع تشادي جديد، مشيرا إلى أن التطبيق الفعلي لمخرجات المنتدى مسؤولية كل مواطن تشادي، طالبا من سكان البلدية بذل المزيد من الجهود وفهم وتطبيق برامج الجمهورية الرابعة، ذلك لمواجهة التحديات التي تعيق التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. رياضيا، انتهت مؤخرا بطولة الصداقة المنظمة بدعم من النائب البرلماني نوبو جيبوا لصالح شباب إقليم شاري الأوسط. تقرير عباس أبكر مصطفى. دوري كرة القدم للصداقة في نسخته الخامسة الذي نظم بمبادرة من قبل النائب البرلماني نوبو جيبو، وذلك لإدخال روح الإخاء بين الشباب في مختلف المجالات. بعد شهر كامل من منافسات لكرة السلة، فقد انتهى الدوري بمواجهة فريق مؤسسة عبد الله شوا مع فريق مؤسسة إسمياء، حيث انتهت المباراة بفوز فريق إسمياء بنتيجة 80 نقطة مقابل 81 نقطة. وفي سياق آخر لكرة اليد النسائية، كان اللقاء النهائي فقد جمع بين فريقي ثانوية إيفانجيليك وكومبلكس إسكولير، وفي هذه المباراة فقد سحق فريق كومبلكس إسكولير خصمه بتسجيل كيل من النقاط وتحقيق الفوز. وفي جانب الرجال لكرة اليد لنفس الفريقين، فقد أحرز فريق ثانوية إيفانجيليك فوزه على خصمه النهائي المنتظر بفارغ الصبر من قبل المشجعين والمشاهدين. هو نهائي دوري كرة القدم، حيث كانت فيه المواجهة بين فريق بلدية الدائرة الأولى مع فريق بلدية الدائرة الثانية، فقد خاض الفريقين المباراة حتى نهاية الزمن المحدد بنتيجة 0-0، مما جعل الفريقان يلتجئان إلى ركلات الجزاء، وفيها فاز فريق بلدية الدائرة الأولى بتسجيل 4 أهداف في مجموعة 5، بينما ضاع لاعبو فريق الدائرة الأولى ضربتين، مما دفع النائب البرلماني الذي أوضح في حديثه بأن الدوري صداقة يقوي التضامن بين الشباب وأيضا محاربة العنف بينهم. وفي نهاية المناسبة تم توزيع مظروف مالي للفرق الخاسرة في النهائي وتتويج الفرق الفائزة بنينا وبنات لكأس الدوري لهذا العام. مشاهدينا الأعزاء، بهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، وشكرا لحسن المتابعة.